وهدايا العين تقدم لك هدايا. تعال اليوم صوب المهرجان نقدم لك هدية جميلة وهدايا العين بتقدم هدايا. أبوي يركب الهدايا وحي الله بزوار مهرجان الظاهرة ويستاهلوا ويستاهلوا ويستاهلوا. روح أبوي روح روح أبوي روح وركب هداياك وصوب مهرجان الظاهرة. طبعا وإحنا في مهرجان الظاهرة السياحي التقينا أحد الزوار، نتعرف عليك. والنعم والنعم من وين؟ من الحمراء. زوارنا أهل الحمراء، إيش رأيك في المهرجان؟ خاصة إنك قاعد تشوف الكرفان الحين. هذه طبعا هدية مقدمة من التميز هون، ونتمنى لك إن شاء الله تقضى وقت ممتع في مهرجان الظاهرة. الله يحفظك يا الله يحفظك إن شاء الله، الله يحفظك. أمانة كل ما أجي إلى القرية التراثية أزور السعفيات ما جايين بعلومهم. حي الله وسهل أختي، مرحبا، مساك الله بالخير. الله يسعدك. ويش هالأشياء الحلوة اللي جايبينها من ضنك ما شاء الله. الله يسعدك. كيف شفت المهرجان؟ الحمد لله أحسن حال، الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. سمعتي بمحل اسمه التميز فون؟ مر عليك هالاسم؟ التميز فون والله سمعت أنا عنه. التميز فون موجود على الشارع العام مقابل بنك نزوة وفي الدريز وعندهم في المعبيلة، وحابين يقدمونك هالهدية. أحسن، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله ومن إبداع إلى إبداع. ودائما خلينا في المهرجانات نشوفكم إن شاء الله. الله يسعدكم يا رب، الله يسعدكم إن شاء الله، الله يسعدكم. ومواصلين، شكرا تميز فون على هالدعم الجميل لزوار والمشاركين في مهرجان الظاهر السياحي. الله يسعدكم. ولا زلنا نتجول في مهرجان الظاهرة بهدايانا من التميز فون. حياك الله وسهلا، حياك الله الأخ علي، نتعرف عليك. من المقبالي. والنعم من عبري. نعم. يا أهل عبري، يا أهل عبري، كيف المهرجان؟ كيف أموره؟ فنان وروعة ما شاء الله، ما قصروا المنظمين والقائمين على المهرجان. أيه. جزاهم الله خير ولهم ألف شكر. الله يحفظك إن شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله. يكون هذا المهرجان نتمنى يكون سنويا. لا إن شاء الله سنويا، وبيجيك مهرجان الصيف وللعيد وغيره. ما شاء الله. الله يسعدك يا رب. هذه هدية مقدمة من التميز فون. أحسن. وتعرفهم التميز فون؟ معروفين. معروفين. مرة ما علمت. خلاص دام معروفين الأمور طيبة. وبروك عليك. الله يحفظك يا رب، الله يحفظك. يلا أبوي مواصلين مع هدايا التميز فون. وموقعهم في عبري والمعبيلة. وما زلنا في مهرجان الظاهرة السياحي بنتجلس معه الطيب. اوه ما طلبت العصير يا اخي، مطمع انا في عصيرك. تفضل. ها حياك الله، احسن جزاك الله خير. شو اخبارك؟ الله يعطيك العافية. من وين؟ والله من العوابي. من العوابي، حي الله بهالعوابي. زوار مهرجان الظاهرة، ما تعرفنا على اسمك. عوفي عوفي. والنعم والنعم. كيف شفت المهرجان؟ والله طيب. ها طيب. ما روحت صوب القرية التراثية؟ روحت. الله يسعدك. مرة الأمور طيبة إن شاء الله. بإذن الله السنة القادمة بيكون أقوى وأقوى، ونريدكم هناك من البلاد تجيبهم عنا صوبنا. الله يحفظك. هذه طبعا هدية مقدمة من التميز فون، محل عندنا في عبري وعندنا في الدريز وعندنا في المعبيلة، ما يختص في الهواتف والإكسسوارات والشاشات وكل شيء. فزيد أنت قريب حالك المعبيلة تزورهم بإذن الله. الله يسعدك يا رب، بارك الله فيك. على بالي قاعد عصيري. حالك. الله يسعدك يا رب. مشكور الغالي. بنروح صوب الحلوى جماعة الخير. خالتي مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير والعافية. متمشين ما شاء الله. الله يسعدك يا رب. نزوركم جميعا جميعا. وما شاء الله صوب الحلوى. ويا حلواتهم في المهرجان. الحمد لله. الله يسعدك يا رب. كيف شفتي المهرجان؟ الحمد لله. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك. حلو. الله يسعدك. الله على راسي. الله يحفظك يا رب، الله يحفظك. هذه خالتي. امين امين ان شاء الله يا رب العالمين. هذه هديه مقدمه من التميز فون، ونتمناش سهره سعيده ان شاء الله. الله يحفظك يا رب، الله يحفظك ان شاء الله. ومواصلين زيارتنا الى مهرجان الظاهره السياحي. هدايا العين جايه اليوم تقدم هداياها، ومعروفه هدايا العين في عبري أكبر مكان للتخفيضات، أكبر مركز تجاري يقدم الأواني والكماليات والملابس وأمورهم فوق الطيبة. حاب يهدي الزوار
وحاب يهدي المشاركين اللي هم نفس الشيء لهم بصمة في المهرجان. خلونا ناخذ جولة ونشوف الزوار ونشوف الناس اللي شاركوا ونقول لهم هذه هدية حلكم من هدايا العين وتستاهل. وصوب قرية السنافر أحد زوار مهرجان الظاهر السياحي، حياك الله وسهلا. كيف المهرجان وكيف قرية السنافر؟ ما شاء الله عام الحمد لله رب العالمين، جدا جميلة. حلو، تتمني انه هالمهرجان يتكرر مرة ثانية في الظاهرة؟ اتمنى الصراحة انه يكون مستمر دائما. اكيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى. عاد دامك في مهرجان الظاهرة، التميز فون قدم لك هالهدية ونتمنى لك ان شاء الله رحلة حلوة في مهرجان الظاهرة. شكرا شكرا، الله يسعدك يا رب، الله يسعدك. يلا ابوي مواصلين بهدايانا من التميز فون، جزاهم الله خير، ما مقصرين بهداياهم. مثل ما خبرتكم عندهم في الشارع العام مقابل بنك نزوة، وعندهم في الدريز، وعندهم في المعبيلة. مواصلين، شكرا على التنظيم في مهرجان الظاهر السياحي هدايا العين في عبري، تقول لك شكرا. الله يسعدك يا رب، الله يسعدك. هدية مقدمة من هدايا العين، شكرا لزوار مهرجان الظاهر السياحي، شكرا. شكرا للمشاركين في مهرجان الظاهرة السياحي، شكرا. هدايا العين تقدم لك هالهدية وتقول لك شكرا. شكرا على المشاركة، هدايا العين تقدم لك هالهدية الحلوة، الله يسعدك. هدايا العين تقول لك شكرا على المشاركة الجميلة، والله يسعدك يا رب في مهرجان الظاهرة السياحي. فريق الإعلام هدايا العين تقول لك شكرا على المشاركة الحلوة، الله يسعدك يا رب. معلوم هدايا العين، هدايا العين كلام هذه هدية من شان انت، شكرا. وهدايانا لكل الزوار، وحي الله بزوار المهرجان. هدايا العين تقدم لكم هالهدية الحلوة، حي الله وسهلا. هذه هدية عطوها البابا والماما من هدايا العين عبري، شكرا. غنوا لحبيبي وقدموا له التهاني، كذا احلى كان ما عيد ميلاده، في عيد ميلاده عسى هنية عام. وش هالجمال، طبعا جماعة الخير عيد ميلاد عمرو قرب. عيد ميلاد مش همين عمرو، كي حلقوا فيه عيد ميلاد نوبة ماله ما يحلقوا يتزينوا. كيف تصور عب؟ كيف تصور؟ والله تقول بتدخل عملية ما كنت حلها مو تمسوي ببب سعيدة عشان عملية ما يدخلوك العمليات. تو بأمانة بأمانة مخلصة حلق للنص بقى. أقول لك أنا أجيب كيك. أيوة جيبوا كيكة مشان عيد ميلاد مشان عمرو. رغوة سوى رغوة زين. خلنا عنك شان أنت تسمع الكلام ويت نغيره عيد ميلاد صبر يا شاني يا ابوي انت غير يدلعوك حتى احلاكه من فوق عليك والله كم دافع عمرو بخصوص المبلغ بس انا ترى شفتك والله هنا واقف انت قايل لي ارجع الليله تم تاجيله الى الاسبوع القادم كيف قايل 24 ساعه ما كنت لا عشان المنخفض اللي جاي ومو نخل منخفض يمكن تعلي علق الدوامات وماشي والتطبيق زين ماشي والله ماشي والله ماشي. انا على بالي ادبر المبلغ ما قدرت بس الحلاقه نص ريال علي مالك وطاح.